السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سنة أولى عام، أهلا وسهلا بيكو. واليوم نبتدي في اللي هو الفصل الثاني، شابتر 2، برضو كمان اللي هي السافكس، برضو اللي هي يعني اللي هي النهايات، يعني نهاية الكلمة بكون ايه شكلها. ولكن اليوم لما بنتكلم على اساس انه اللي هو السافكس هذا اللي احنا شايفينه، ممكن يعني لما نضيفه النهاية، لما نضيفها بتديني adjective، بتديني اللي هي الصفة او النعت، وبتديني لما بضيف السافكس النهاية بتديني اللي هي الناون، وايضا كمان ممكن تعمل لي اللي هي المفرد والجمع، يعني المفرد والجمع. طيب نشوف احنا الموضوع في البداية. طبعا السافكس هنا هوت زي ما حكينا بديني اللي هي الادجكتيف والناون وسينجولر اند بلورال، واللي هي طبعا الصفة والنعت والاسم والمفرد والجمع. لما احنا بنيجي بنضيفهم في نهاية الكلمة، بنضيفهم لا اللي هي اصل الكلمة، الورد روت اللي بتديني جزء من اللي هي الكلام. نشوف على سبيل المثال امثلة اللي قدامنا شايفينها احنا في الجدول. لما بدها تديني اللي هي النعت او الصفة، على سبيل المثال نهاية الادجكتيف او الصفة هنا هوت زي AC، لكن نادرا ما تستخدم. AC ending، نهاية AC rarely used، نادرا ما تستخدم. زي كلمة مثلا كارديا معناها قلب، كارديا قلب، لكن لما نضيف لها AC بصير صفة لي اللي هي القلب، بنقول عليها كاردياك يعني ليها علاقة بالقلب، كاردياك فيلر مثلا زي اللي هي فشل عضلة القلب. فكاردياك معناها هارت، يعني حاجة ليها علاقة بال اللي هي القلب، كاردياك حاجة ليها علاقة باللي هي القلب نفسه، زي نقول كاردياك ماسل عضلة القلب، بتصف انه هذه عضلة القلب. AC اذا هنا هوت هي عبارة عن حاجة بتخلي اللي هو الاسم هنا هوت صار او اصل الكلمة، اللي اصل الكلمة اللي هي الورد روت، اصل الكلمة اللي هي كارديا. نضيف لها AS بتصير اللي هي كاردياك يعني قلب، له علاقة بالقلب. طيب بعد هيك كمان AL ايضا كمان لما بنضيف بنلاقيها اللي هي عبارة عن ايه، يعني برضو بتديني اللي هي على سبيل المثال النيور معناها عصب، نيورال معناها عصب، نيورال اندينج نهايات العصب مثلا، نيور عصب، نيرف. لما نضيف لها AL بصير نيورال عصبي، يعني حاجة ليها اللي هي علاقة بالعصب نفسه. مثلا نيورال اندينج نهايات عصبية. طيب بعد هيك اللي هي ARY برضو كمان لما نضيفها في نهاية الكلمة زي ما احنا شايفين هاي ضافينها في نهاية الكلمة، سلف معناها لعاب، لما نصير سلفري يعني حاجة لعابية، سلفري فلويد على سبيل المثال يعني السائل اللعابي، سلفا اللي هي اللعاب. ايضا كمان في عنا اللي هي السافكس IS هنا لما بنضيفه برضو كمان بديني اللي هي adjective اللي هي النعت، زي hypoderm تحت السكن. لما نقول hypodermic صفة لحاجة اللي هي تحت الجلد under skin، زي hypodermic fat يعني الدهون تحت الجلد. طيب لما نيجي بدنا نضيف ICAL لما نضيف لي مثلا كلمة زي med معناها medicine او اختصار لmedicine، لما تصير medical طبي، زي كلمة مثلا احيانا على سبيل المثال
ميديكال دراج يعني الأدوية الطبية، ميديكال انديكيشن الدواعي الطبية، ميديكال انفستيجيشن الفحوصات الطبية، صير نعت يعني الصفة، يعني بنوصف هذا الاشي او الاجراء هذا انه فحوصات طبية، ميديكال انفستيجيشن، ميديكال اكزامينيشن فحص الطبي. ايضا كمان هنا هو لما نضيف OUS معناها composed of يعني يتكون من او producing يعني انتاج، زي على سبيل المثال sub-kitten تحت الجلد، sub معناها تحت وكتن يعني اللي هي الجلد السكن، لما نضيف لها OUS بتصير subcutaneous fat تحت الجلد يعني دهون تحت الجلد، أو مثلا subcutaneous hemorrhage نزف تحت الجلد. هنا هو صفة ننعت هذا الشيء أو نصف هذا الشيء. أيضا كمان لما بتكون في suffix في نهايتها TIC زي اللي بتضيف مثلا لا parallel معناها شلل، paralytic معناها اللي هي يعني بصير حاجة لها علاقة أو صفة أو لها علاقة أو نعت أو صفة للي هي الشلل، paralysis paralytic limb يعني عضو أو طرف اللي هو مشلول، paralytic hand إيد مشلولة، paralytic face وش مشلول، and so on. طيب بننتقل من اللي هي الadjective إلى اللي هي الاسم، نهايات الاسم برضو كمان بنضيف نهايات معينة suffix أو بسميها adjective ending suffix، هذه بنضيفها لأصل الكلمة عشان تديني indicate تبين لي إنه هذا الإشي صار اسم. يعني عندي لو أنا أضفت IAC هذه بتدلل على إنه indicate a person afflicted with certain disease or condition، بتشاور على إنه بتديني إنه شخص اللي هو أصيب ب اللي هي مرض معين certain disease أو حالة معينة، أصيب يعني تأثر أو أصيب بشيء معين. زي إيه؟ هيموفيل يعني حب الدم أو تهيئة الدم، فيلك يعني حب، لك يعني حاجة كونديشن، هيمو معناها بلاد، هيمو بتساوي كلمة بلاد، فيل معناها ليف، لكن لما نقول هيموفيليك يعني حاجة محببة للدم أو نزيف للدم، يعني مثلا هيموفيليك بيرسون شخص يعني عنده اللي هي حب اللي هي ايه الهيموفيليا، يعني عنده اللي هي سهولة النزيف يعني ممكن ينزف براحته، هيموفيليك. تمام. ايضا كمان لما بنلاقي في نهاية الكلمة اللي هي IA يعني اللي هي هنا حاجة تعني unhealthy state، حاجة غير صحية. لما نيجي بنشوفها بنلاقيها في نهاية الكلمة IA بتدينا اسم اللي هي ايه، يعني زي اللي هي نيومن معناها lung، نيمونيا معناها انه اللانج هذه حالتها غير طبيعية وغير صحية، نيمونيا تعني التهاب الرئة، نيومون رئة، هي يعني حالة صحية للرئة مش مزبوطة لللانج، معناها هنا هو بنقول اللي هي نيمونيا يعني التهاب الرئة. ايضا لما بنضيف IS في اللي هي النهايات الكلمة تعني اللي هي انها تكون الاسم form the noun من الروت، يعني ايه تكون من اللي هي الاصل الكلمة، acute معناها اللي هي skin، ولما نضيفها كمان نضيف لها is معناها كل على بعض، cutest يعني البشرة، cutest يعني معناها البشرة يعني السكن.
طيب لما نضيف ISM تعني في نهاية الكلمة لما تضاف معناها حالة غير طبيعية abnormal condition أو state of being أو كونه صار هذا الإشي. زي إيه؟ كلمة alcohol يعني الكحول. طب alcoholism معناه حالة الشخص هذا صارت منتمية إلى اللي هي الكحول أو الكحول، يعني أصبح مدمن كحول. alcoholism يعني لما نشوف شخص alcoholism person يعني شخص مصاب بالإدمان على الكحول. طب لما نلاقي في آخر الكلمة أو مضاف في نهاية الكلمة suffix IST يعني تعني أنه شخص مخصص في هذا المجال، one who specialized شخص مخصص. يعني زي إيه؟ يورو معناها يورين، معناها يورين يعني بول. أوليجي معناها study، و IST معناها اللي هي specialist متخصص. urologist يعني طبيب متخصص في المسالك البولية، urologist يعني طبيب متخصص في اللي هي المسالك البولية. من قسمة إلى يورو يعني يورين، أوليجي معناها study، تمام، و IST معناها اللي هي specialist. طيب نيجي لما بنلاقي في نهاية الكلمة في نهايتها يعني السافكس بتاعها اللي هي تعني اي يعني واي هنا هوت يعني حالته كذا او الوضع بتاعه البروسيس الطريقه بتاعته بهذا الشكل. يعني على سبيل المثال مايوباث، مايو كلمه مايو تعني ماسل، مايو يعني ماسل، باثي معناها ديزيز. مايوباثي يعني هذا الشخص مصاب باللي هي الاعتلال العضلات او مرض العضلات. مايوباثي ديزيز يعني مرض اللي هو العضلات، تمام. طيب نيجي بعد هيك على اللي هي لما نيجي نقول انه احنا هذا النهاية لما بنضيفها، النهايات هذه لما بنضيفها بتصغر من هذا الشكل او من هذا الشيء. diminutive ending form a word the cynetic small version of the things indicated by the main stem of the word. يعني هنا هو بنضيف حاجات suffix في نهاية الكلمة، لكن لما نضيف اللي هي suffix بتخلي الاشي اللي قدامك هذا صغير، يعني حاجة صغيرة هي بتكبر كلمة عادية، لكن انت لما تضيف النهاية suffix لإلها بتصير معناها انه شيء صغير خالص. زي ايه؟ نهايات diminutive ending، نهايات تصغير زي OLE. OLE معناها minute دقيق او صغير small. زي artery معناها شريان، لكن لما نضيف لها OLE بتصير ايه؟ small artery، يعني هو artery صحيح مزبوط ولكن هنا صغير small، بنقول عليه arteriole اللي هو يعني شريان صغير. طيب لأنه الشريان العادي أصبح حاجة صغيرة. طيب لما نضيف اللي هي ICLE برضو كمان معناها صغير، زي اللي هي كلمة part معناها جزء، particle معناها جزيء أو جسيم، جزيء أو جسيم يعني بيس قطعة وليس بارت. البيس هي أصغر من البارت، لكن هنا هو بتقول إيه اللي هي particle معناها جسيم، جسيم صغير أو جسم صغير أو جسيم يعني قطعة بيس. أيضا كمان لما بنلاقي اللي هي ULE برضو كمان اللي هي little تعني little، زي past معناها بثرة ولكن pustule معناها بثرة صغيرة. أيضا كمان معناها bimble يعني بثرة على الوجه أو حبة على الوجه، لكن تعني بيها اللي هي صغيرة pustule أو bimble.
هاي بالنسبة ل اللي هي كيفية عمل اللي هي الأدجكتيف الصفة أو النعت، واللي هي الاسم واللي هي الديمينيوتيف. بننتقل الآن إلى اللي هي الجمع والمفرد. الجمع والمفرد هنا عندنا اللي هي قواعد rules عشان تكون الجمع من المفرد. The rules for forming plural words from singular word. القواعد تكوين اللي هي الكلمات أو أشكال أو كلمات الجمع من كلمات المفرد. هنا في إلها بعض القواعد، يعني على سبيل المثال لو أنا عندي اللي هي الكلمة مفرد، بلاقي في نهاية تا إيه كلمة مفرد singular form شكلها مفرد، في نهاية تا إيه أنا لو أضفت اللي هي إي إلها مباشرة بتصبح اللي هي جمع. يعني عندي هنا هوت الإي بحافظ عليها retain the A and add A، يعني بحافظ retain بحافظ على الإي، ولكن هنا هوت بضيف لها إي بتصير اللي هي إيه من مفرد إلى الجمع. زي بلورا، بلورا معناها البلورا، البلورا اللي هي الغشاء، كلمة بلورا اللي هي الغشاء. لما أنا البلورا نهايتها إيه بضيف لها إي بس هنا هوت تصبح جمع، زي ما احنا شايفين هيك هنا هوت هاي البلورا أصبحت اللي هي الأغشية أو غشاء كثير، يعني عدة أغشية. تمام. أيضا كمان لو أنا اللي هي كلمة شكل كلمة مفردة في نهايتها AX AX كل ما هنالك ان اللي هي الاكس هذه بستبدلها ب A C E S، يعني بدروب بسقط او بسقط او بنهي اللي هي الاكس، الاكس بنهي الاكس وبضيف بدل الاكس اللي هي C E S C E S. زي كلمة مفرد عندي اللي هي ثوركس نهايتها ايه AX، بخلي الـ A والX هذه بسقطها من حساباتي وبضيف بدلها CES بتصير Thorax. Thorax Thoraxes Thorax معناها صدر، Thoraxes صدور، يعني صدر Thorax صدر، صدر الشخص Thorax اللي هي chest يعني الصدر نفسه. بنضيف بنشيل اللي هي الX ونضيف بدلها اللي هي CA S. ايضا كمان لما بلاقي كلمة مفرد نهايتها EN وانا عايز اجمعها اللي هي بسقط ال EN هاي وبضيف بدالها INA، بضيف بدالها INA drop EN وبضيف INA. زي ايه كلمة اليومن، اليومن معناها الجوف، جوف الشريان، اليومن artery مثلا اللي هي جوف اللي هو الشريان، اليومن ارتري طيب او اليومن فين يعني جوف، يعني اللي هو الغطاء الداخلي اللي هي الشريان او اللي هي الوريد. لما انا بدي اجمعها بضيف بشيل الاي ان وبضيف بدلها اي ان اي بتصير اليومنا، اليومنا، واليومنا هنا هو الجمع اللي هي اليومن، اليومن مفرد واليومنا اللي هي الجمع أو بلورال بتاعتها. طيب أيضا كمان لما بلاقي في نهاية الكلمة أو الاسم IX، IX هاي مفرد، فعشان أجمعها اللي هي بسقط الـ IX 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 وبضيف ICES drop the IX بسقطها بنهيها يعني وبضيف اللي هي I C S I C E S زي appendix. appendix هنا اللي هي الزائدة الدودية أو الفهرس appendix. بروح وأنا اللي هو شايل اللي هو ال شايل اللي هي ال I X مسقطها وبضيف اللي هي I C E S I C E S. وأيضا كمان
لما بلاقي في نهاية الكلمة اي اكس اللي هي مفرد، عشان اجمعها بضيف اللي هي بشيل ال اي اكس، بشيل اللي هي الاي اكس وبضيف بدلها اي سي اي اس، بضيف بدلها اي سي اي اس، بعمل دروب لي اللي هي الاي اكس وبضيف اللي هي اي سي اس زي ابيكس. ابيكس معناها قمة، قمة الشيء، قمة الصدر، قمة القلب، قمة الرأس، ابيكس اوف ذا هيد يعني قمة الرأس. بشيل الاي اكس وبضيف بدالها اللي هي اي سي اي اس، بتصير ابيكس اللي هي القمم بتاعت مثلا الرأس، قمة الرأس. ايضا لما بلاقي في نهاية الكلمة واي وهي بتبقى مفرد الكلمة هذه، بشيل الواي هذه او بسقطها وبضيف بدالها اي اي اس، دروب ذا واي، بسقطها او بنهيها من الكلمة وبضيف اي اي اس. زي على سبيل المثال عندي ديفورميتي، ديفورميتي معناها تشويه، تشويه ديفورميتي، ديفورميتي بتاعت الليمب مثلا، تشوه في الليمب او تشوه في اللي هي البادي. بشيل الواي وبضيف بدالها اي اي اس، بتصير تشوهات ديفورميتيز. كمان لما بلاقي في نهاية الكلمة المفردة ام اي، ام اي بحتفظ ب اللي هي الـ، ببقي اللي هي الام اي، ببقي الام اي بحتفظ بها وبضيف لها اللي هي ايه تي اي، بحتفظ يعني زي كارسينوما، كارسينوما معناها سرطان، سرطان. لكن انا لما بدي اجمع كلمة سرطان كارسينوما بس بضيف لها يعني بحافظ على الاي الام اي وبضيف لها بس فقط لغير تي اي، كارسينوموتا يعني هنا يعني سرطانات، كارسينوماتا او كارسينوموتا اللي هي سرطانات، سرطانات في الجسم او في الاجسام. ايضا كمان لما بلاقي في نهاية الكلمة اس اي اس، وهذه الكلمة بتكون مفردة singular form، لما بدي اجمعها اللي هي بغير الاس، الاي اس بسقط الاي اس وبضيف لها اي اس، بسقط الاي اس اللي هي هذه اي اس وبضيف سي اي اس او اي اس، زي كلمة اللي هي على سبيل المثال diagnosis، diagnosis يعني تشخيص، diagnosis اللي هي تشخيصات، diagnosis تشخيصات. أضاف شلنا اللي هي الـ IS هذه، الـ IS هذه وأضفنا بدلها ES. أيضا كمان لو في نهاية الكلمة المفردة ON، ON بشيل الـ ON وبضيف بدالها او بستبدلها بحرف A، drop on يعني بسقطها وبتجاهلها وبضيف بدالها A، زي ganglion، ganglion معناها تكتل او عقدة عصبية، ganglion معناها عقدة عصبية، عصبية بس هنا يعني من تجمع يعني او تجمع عصبي، ganglion او عقدة عصبية. بروح انا بتجاهل او بحذف الـ ON وبس فقط لغير بضيف A، جانجوليا، بصير عقد عصبية، جانجوليا. أيضا كمان لما بكون عندي UM، UM في نهاية الكلمة وهي تعتبر مفردة، لما بدي أجمعها بشيل الـ AM أو بتجاهلها أو بسقطها وبضيف بدالها A، يعني عندي أنا مثلا اللي هي الـ بسقط الـ UM وبضيف ايه، زي بكتيريا، بكتيريا معناها بكتيريا اللي هي بكتيريا كنا بنعرفها ايه يعني كلمة بكتيريا، بنشيل اليو ام، اليو ام وبنضيف اللي هي الحرف ايه، بتصير بكتيريا بدل بكتيريوم اللي هو بكتيريا مفردة، بتصير بكتيريا. واخر حاجة عندنا اللي هي في السافكس اللي هي يو اس، هنا برضو اليو اس لما بلقيها في الكلمة بتجاهلها او بسقطها وبضيف بدالها بستبدلها بحرف اي.
drop us and add i وبضيف اللي هي i زي digit. digit digitas معناها اللي هي الرقم او حاجة رقمية، حاجة رقمية يعني digital calculation الحسابات الرقمية، digital calculator. فبصير لما بدي اجمعها بشيل اليو اس او بتجاهلها او بسقطها نهائي وبحط بدالها بس فقط لغير اللي هو حرف اي، بصير اللي هي الرقميات، جمع ديجيتاي يعني ديجيتا اللي هي الرقميات الحسابات الرقمية ديجيتا. تمام، هيك بنكون ان شاء الله خلصنا اللي هو الشابتر الثاني من اللي هي المساق اللي هي المصطلحات الطبية لسنة أولى، وربنا يوفق الجميع. أرجو اللي هي الاجتهاد وتكونوا إن شاء الله فهمتوا اللي هي المادة، والمادة بدها شوية تركيز وحفظ، والله يوفقكم سنة أولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الدكتور محمد السلطان.